المهم بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحم موتانا وموتى جميع المسلمين، يرحم هذا الضحايا اللي مشاو، وهذه العملية اللي الكامل اللي شفتوها على مرأة ومسمع من العالم. المهم أعلن تفاصيل القضية يوم السبت، تمت الناس في بلاصة يقولها لبنت العطاي اللي تعود بالضبط إن شاء الله من الحدود الموريتانية اللي تعود يم 30 كيلو إن شاء الله، وتبعد إن شاء الله عن باسك نهون إن شاء الله اللي تعود شي 70 كيلو على مدينة باسك نهون. وتفاجأت الناس، تموا لين جاهم أول شي جاهم نصارى ومعاهم اثنين من الجيش المالي، نصارى لابسين تنيات ومعاهم اثنين من الجيش المالي. هذه هي الرواية اللي رد واحد من الناجين، واحد من الناس اللي بتطت عند الربينة وخلاتها، واللي هو تخرج وين الحدود الموريتانية، والحمد لله راه آمن في بلاصة غير مبطوط البط الشيء. قال اعلنهم أول شي جاهم نساوهم نصارى على دراريش ومعاهم اثنين من الجيش المالي، وانهم عيطولهم كامل وحصرهم عليهم وقعدوا معاهم وتباركوا وردوا أقداري. لكن هر عيان حاج لك يعودوا معمرين، حاج لكم يعودوا معمرين تحت صدرنين يسوقنا وهم ذاك شي تباركوا يشربوا تاي ومسألة عادية، وذوك الصنادرة من النصارى وذوكم اللي صنادرة مائي الاثنين معاهم تموا مجمعين بالطريقة يعني جاوتات الجيش المالي. وقال عنه وقف بيلي اللي هو عجم من طوارق السود، وقف بيلي يتكلم بالحسانية وجا صاد على النصارى وهذا، وقال بالحسانية انتم الناس ما فتك تلتوهم قبل النصارى. قال علن النصارى انسحبوا عادوا واقفين له يمنهم ليعودوا 100 متر، وتبارك الجيش المالي يكرد في الناس ويجيرهم في الوتات. قبله هو واحد ثاني معاه بطوه اثنين، والله اثنين وسوسو فم قاع واحد مش من فم لا مخبط وعمارة من فم باللي تحاكم هو واحد قال انه وصل درت مالي، ومش من فم لا مخبط قاع بعمارة حكم انه ما هو حي. منهم قبل كل جماعة كاملة وتموا ماشيين بها الى 3 كيلوات من الربينة بلاصة يقولها دم بايت تيتو مايت دنبا، وقبلهم فمتيا وعدلوا المحفير وحربوهم، وعثر عليهم بيلي عند الربينة أصلا من سكان فم الربينة، وتعرف على جلهم وسماهم بالاسم، قال الناس التحتانية على أنها هي اللي قد نعرف، والناس الفوقانية كاملة ما في حد قد نعرف مشعل حتى بهم الحريق. المهم اعلنهم هاي المجزرة اللي عدى الجيش المالي مجزرة خطيرة، وتعاطي السلطات معها والدول الموريتانية عند عنكم اللي شفتوه كاملين للأسف. المهم اعلن قبيل الدحميس مولي والله القايلة خلق راجل ماشي عندي عنه الآن باسكن هون باللي المعلومات رأيت الاسم اللي راني كتبت على كتبت اسمه سلكو هذا راج من جمان قلع ولقزت بصاشته وهو قلعت من وته وخلاه ماشي هو الجماعة اللي معه. المهم على انه الجيش المالي في كل منطقة غارك ما هم انه يخلي قاع موريتاني ظهر من اللي شاف منهم لا يكتر والله بعد يبربر والله يقلع منه شيء. وتوف هاي بعد تفاصيل الحادثة اللي رد علينا الراجل، أنا ما جيت وأنا الراسي يقر جاء حد ثقة عندي وذاك القال لي كامل مبصوص ومشق بيل شور والتحميس شور بلاصة يقول لي سردوبة 37 كيلو من هون، سردوبة قرية موريتانية يرجعوها الناس الأسرة هذه اللي راح له اللي والدهم توفى ولدهم بطط. هو الرد هذا هو اللي رد هذا التفاصيل عن النصارى هم الأولين جاهم راكبين دراريش، النصارى راكبين دراريش، قال النصارى راكبين دراريش
ومعاهم 2 من الجيش المالي، هم أول حد سبق فيهم وقعدوا معاهم كما قلت لكم. منين صار الجيش المالي هو اللي تبارك كرد الناس فيهم؟ هذا في بنت العطار. وفي نفس اليوم جاءت طائرة هليكوبتر والله مروحة هي، جاءت البلاصة يقول له محمود المولانا، لبيت محمود المولانا شقيق العطاي، ونزلت في نقرم راح وهو اللي هو محمود المولانا، فتش الدار وتم تماشي. اليوم الموالي اللي هو قاع إن شاء الله إنه يامس، جاء محمود المولانا من 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 ذيك الجهة وجبر الجيش المالي، قاع وجبر عنده 2 وطيحهم منهم من جمال ولعهم من الجيش المالي. والناس يرحمهم إن شاء الله عدتهم الجماعة في المتجاه وردمتهم، ولا إلى حد الساعة ما فات جات جثة أي حد منهم. سلطات موريتانيا ما فات دخلت إليه. أحمد محمود الأسر المحاصرة من طرف الجيش المالي، معني حاسب أسر فم محاصرة قاع من الجيش المالي، ما هني حاسب بها. نعرف إن الأسر قدر منهم فاتجة دي تخرج على المدن هون في باسكنو النهار الأول، واللي دخل يامس واللي دخل اليوم أسرة واحد اللي قالوا البرك والبركة اللي ولدهم مبطوط حتى وأبوه منكتل ودخلوا لا يعودوا اليوم القايلة لا أصيبوا الأسرة دوبة. واحدين فعلا إنهم وصلوا قاع مدينة باسكنو من الأسر، قلدوك الأسر ما كانوا نقرب يعني، كانوا دون ربينا الدنيا اللي ما خلق فيها الحدث قبال، غير بعد هاي الأسرة اللي ولدها بتط هي اللي دخلت قبيلة وراهي بلا صور لسه لدوب. ماني حاسب أسر محاصرة نهائيا. بعد ذي المنطقة اللي عاد شور ربين الأخرى ذيك ربين الشيخ أحمد ما نعرف بيه، ما عندي حد لها، عندي كان رقم رقاش ومتلفين عليه يعطيني التفاصيل وتفرقوا مع رقم السماعات قاع الله حي من رقم بعد ما تتنشفوا. غير هاي الربان الشرقيات بعد اللي هون دون جلبية العطاي ومحمود المولانا، الحيوان رتفت، هم الحيوان لا الخاضع عليه يردهم وتاتهم يملاهم اللام الحيوان. والربين هذيك مولد النهار اللي جاوا فيه رفدوا 4 لاند كريزرات ملاوهم اللام الحيوان. العدد اللي يعود اللي العدد بالضبط هي اللي قال نحن الطفل اعلن النهار اللي قبضوا فيه اعلن فمت اياها اللي هي تعود قريب من 37 سرح، وكل سرح اللي يعود فيه راعي والله 2 طبعا انه جايين وراد. بالفعل فم مواطنين موريتانيين هم الاكثرية، وفم مولي مواطنين ما موريتانيين، فم مواطنين ماليين من بيلات ودرع عدوهم الله ولا انا مولي. البيلي ما قلت له انه قال بالحسان انتم الناس ما قتلتهم خوسلك نو. البيلي صندري من جماعة مالي من جيش المالي هو اللي قال الناس ما قتلتهم بالحسانية بالطريقة، والجيش المالي احنا هذا نعرفون يتكلم بالحسانية، في واحدين يتكلموا بالحسانية يعرفوا اخباري فيه وقاتوا سلك من المناطق الموريتانية. الحيوان اللي دافدينه اللي ياكله ظهر من اللي صمر به الجيش المالي ذاك هو اللي ظني به. ذيك الجماعة اللي هجمت على الجيش المالي ما هي في نفس المنطقة قاع، ذوك صور لشتو كامل يقولوا واحدين على انهم الجماعات الجهادية او الجماعات المسلحة او الارهابية ما يسميها البعض، ذيك قديمة في حدود بوركينا فاسو اللي لها اللي تعود الى 4 ايام والله فهمت يا، وفهم صورة شفتها من شورا مالي اقدم من ذاك. المهم هذه المنطقة اللي له المنطقة من عنده ربعين شيخ احمد من حدود موريتانيا قرب عند البقرو عند النوارة جاي ذاك الشريط كامل الجهادي ما عقب ما عدلوا في عملية قاع نهائيا، بيدي شريط كامل قدلوا قالوا الجيش المالي ومعها ذوك جماعة فانجر ظهر لي منهم والله فانجر ظهر لي منهم. وريت معلومات اليوم هذا لأنهم تل بلاصين قالها تل فصالة عادوا قد فيت الجيش المالي عاد قد فيت
منتشر على الشريط كامل، ولا اللي جبر من الناس يسلبوا حيوانه.